كيف رح تكون مشاعر مواليد الأسد بشهر كانون الثاني جانوري يناير من عام 2024؟ يا عزيزي، يمكن تمرق بخيبات ببداية الشهر أو برأت فيها بنهاية الشهر الماضي بحياتك الشخصية، بس بعدين رح تنطلق واثق مرتاح لأجواء احتفالية أو لتكريم أو لعلاقة جيدة تولد بهالفترة، وخاصة ابتداء من تاريخ 4 بأول الشهر. العمل مثل المجال العاطفي، النص الأول رح يكون أكثر إشراقاً لإلك من نصفه الثاني، بتعبر عن عواطفك بحرية وبتكون الأجواء مناسبة لإلك، بتلفت الأنظار، بتقطع مسافة بحياتك الحميمة، يعني في عقبة بدك تجتازها، خاصة إذا كان عندك هدف أنت عم تسعى لإله. إذا نضلت من أجل كسب قلب، يمكن تقود نضالك هلأ بشكل أكثر تطمين. بيزيدك كوكب فينوس جاذبية وثقة بالنفس، بتتحرر كمان من بيئة زعجتك أو من طريقة عيش صارت ثقيلة عليك، وهالشي بالنص الثاني من الشهر وربما بصورة أكثر وضوح ابتداء من تاريخ 24، كأنك بدك تعاود السيطرة على حياتك وقراراتك. بتتأقلم مع كل جديد، بتغبرك الأجواء الرومانسية بالسحر، بتتحمس وبتحليلك حوارات الغزل، شرط أنه ما توقع بالأوهام وأنه ما تنتظر من الشريك أكثر ما بيقدر يعطيك. بعض مواليد الأسد بيظنوا أنهم وقعوا في الغرام الكبير، بعدين بيستدركوا انه هيدا وهم، ما شيء الا وهم. بعضهم الاخر بيتسرع باعطاء وعد يمكن ما يقدر يوفي فيه، لانه المشاعر اوقات بتتغير، وفي ناس تتغير مشاعرهم بسرعه، او في بعض الاحيان تتغير بسرعه مثل انت الاسد بهالشهر، او يمكن تصطدم بعوائق ما بعرف شو هي، في شيء بده يغير هذا الزخم يلي ممكن تبلش فيه بمنتصف الشهر.